مرحبا بحضراتكم مرة تانية. طبعا متابعين ما حدث في ليبيا، تحديدا بلدات شرق ليبيا، من تداعيات فيضانات والعاصفة دانيال. وتكلمنا كمان مع حضراتكم في بداية البرنامج عن الدعم المصري للأشقاء في ليبيا والمغرب وتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية جوا وبحرا للأشقاء في ليبيا والمغرب. يمكن الحقيقة يا جمانة لكل متصفح في التاريخ يلاقي أن ده دور مصر التاريخي عبر السنين، لأن دايما مصر بتضع سلامة الأشقاء في الدول العربية على رأس الأولويات وعلى قمة الأولويات، وأن مصر دايما بتكون في الصفوف الأولى لمساعدة أشقائها في الكوارث والأزمات. خلونا نرحب بضيفنا اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، ضيفنا العزيز في الاستوديو. صباح الخير يا سيادة اللواء. أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا أستاذ جمانة. أهلا بحضرتك. أهلا طيبين وأهلا وسهلا بكم. يعني سيادة اللواء، بالأمس شفنا توجيه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم ومساندة الأشقاء سواء كان في المغرب أو ليبيا، وسرعان ما ترجم هذا التوجيه بزيارة لوفد رفيع المستوى من القوات المسلحة لليبيا للتعرف والوقوف على المطالب التي هم في احتياج لها. شفت ده ازاي؟ أولا في البداية بقدم خالص التعازي للشعب العربي كله في مصابه الأليم. دولتين عربيتين أصيبوا بنكبات ظواهر طبيعية طبعا ونكبات طبيعية وكوارث أدت إلى يمكن خسارة قرابة 10,000 واحد حتى الآن من الشهداء في الدولتين. يعني ده دلالة على يعني الأزمة كبيرة أو الكارثة كبيرة، وبالتالي تتطلب اجراءات سريعه. نعم. عشان كده السيد القائد الاعلى للقوات المسلحه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه التقى بقيادات القوات المسلحه المعنيه بهذا الصدد، وكلف في اطار مهمه، يعني كلفهم بمهمه واضحه وصريحه للقيام بهذا الدور والتعرف على مطالب الجهات المعنيه، وفي نفس الوقت تقديم وسرعه تقديم المساعدات للجانبين او للدولتين في اطار يعني التعاون الوثيق بين جمهوريه مصر العربيه، في اطار الدور المصري المنوط به، في اطار النبل والشرف اللي تتمتع به للاداره السياسيه المصريه والقياده السياسيه والشعب المصري، النخوه العربيه والقوميه العربيه اللي لازم تفرض وضعها. اذا كان احنا كنا بنساهم ونساعد ورابط الاخوه ايضا بالزبط. ما بين احنا كنا بنساهد وبنساعد ونساهم مع الاخرين دول تانية ليست يعني لدينا علاقات جيدة معها سياسيا، كنا بننحي السياسة جانبا ونقدم الدعم ليها. ده دلالة على أن مصر لا دائما ما تعلن العمل الإنساني والقيمة الإنسانية وتضعه في مصاف أو في بدايات التعاطي مع كل الأزمات والنكبات. مصر تتمتع بخبرات في هذا المجال، فلازم تظهر هذه كانت الترجمة الحقيقية، سرعة التلبية زي ما سيادتك اقترحت، ووصول وفد رفيع المستوى بقيادة أو برئاسة السيد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بشخصه للتعرف على المطالب وعمل التنسيق. وهنا نبص على من اصطحبه السيد رئيس أركان حرب القوات المسلحة معه في 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 هذه الزيارة الخاطفة. رئيس الهيئة الهندسية، معلوم ان في طرق كثيرة تقطعت وفي مشاكل كثيرة في الموضوع ده، وبالتبعية حجم المساعدات وحجم الإغاثة مش قادر يوصل للناس نتيجة قطع الطرق والمشاكل اللي ترتب عليها هذا الإعصار. دي مدينة درنة 45% منها اختفى. صحيح. فبالتالي الحادث جلل ويتطلب السرعه. ده على الفور السيد القائد الاعلى كلف قائد المنطقه الغربيه باتخاذ اجراءات عاجله للتعاطي مع الازمه، واقرب احنا عندنا الحركه اما بريا لان القرب دوله ليبيا الحدود جوار مباشر، حدود مباشر وامن قومي مباشر، الحدود الغربيه، وبالتبعيه وجوب التحرك السريع لان دون او هذا الموضوع ممكن يؤثر بطريقه مباشره او غير مباشره على الامن القومي المصري والامن القومي العربي بالتبعيه. فلازم نكون مدركين لهذا الخطر المحدق اللي ممكن ينتاب الدوله المصريه كلها، وكان لازم نتحرك بسرعه جدا في هذا السياق. ده الجزء اللي تعلق دي الترجمه ايضا، ان كانت ترجمه للواقع العربي او للتضامن العربي، ترجمه ايضا للخبرات المصريه، ترجمه ايضا للسياسه الخارجيه المصريه ودورها، ترجمه حقيقيه لمخرجات كوفيد 27 اللي وقف في مصر. فده دلالة على ان يعني احنا شو احنا سرعه الترجمه للواقع هنا، اجريت التجارب او ظهرت الحقيقه من خلال الكارثه الطبيعيه دي والتعاطي معها لمتغيرات مناخيه واثارها، ظهر وبدا كوارث او خسائر في الارواح بالالاف، ده حاجه صعبه جدا. صحيح. اضافه الى المليارات الدولارات اللي ايه بتضيع في سبيل مجابهه هذا الحدث الكبير. فهنا انا شايف ان في ترجمه الحدث
والالتزام به مهمه، ثقه في قدرات القوات المسلحه وامكانياتها من القائد الاعلى للقوات المسلحه، وبالتالي لما وتاكد من سرعه رد الفعل، والدليل حدث بالامس يعني بمجرد الانتهاء من الاجتماع كان الوفد طاير لليبيا ومعاه ثلاث طيارات يعني يحملوا العديد او الكميات الكبيره من المساعدات الطبيه والمساعدات الغذائيه، و25 طقم انقاذ بمعداتهم وادواتهم وعربيه اغاثه وطياره لنقل الشهداء والمصابين. صحيح. ومجموعه من الهلال الاحمر، يعني مجموعات عايز اقول فرق عمل متكامله طلعت وتحركت عشان تؤدي دورها المنوط بيها، ولازالت العمليه مستمره وستستمر بعد التعرف على المطالب. يعني معظم دول العالم قدمت دعم وقدمت، لكن احنا اقرب، وسرعه التلبيه عندنا احنا لان احنا اقرب ما يكون الموضوع في دارنا، ودارنا مسافه قريبه من الحدود المصريه، فكان لازم يكون عندنا سرعه رد الفعل السريعه، واللي دي بتتميز بيها قدرات القوات المسلحه اللي ثقه السيد الرئيس كانت فيها لما كلفها المهمه، مدرك تماما انها تأديها على اكمل وجه. صحيح. طيب يا فندم، واحنا بنتكلم يعني زي ما حضرتك فنت المشهد الحقيقه بكل تفاصيل، وفكره وصول وفد عسكري رفيع المستوى طبعا برئاسه الفريق اسامه عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحه، ووجود دعم لوجستي واغاثه حتى للمدنيين وجسر جوي واخلاء حتى للشهداء والمصابين، ويعني تحت كل هذه البنود اصلا في تفاصيل كمان الحقيقه كبيره قامت بها مصر تجاه الاشقاء. عايز اعرف من حضرتك يعني اثر هذه التحركات المصريه وكيف ينظر اليها لو هنتكلم حتى على المستوى الشعبي في البلاد التي تتاثر مثل هذه الكوارث، ان كانت كوارث طبيعيه او اي ما كان نوع المشكله اللي بيقع فيها اي دوله عربيه بتساعدها مصر من باب طبعا النبل والاخوه. شوف حضرتك، اولا هو مصر زي ما اتفقنا في البدايه انها فيها جزء من النبل ومن النخوه من القوميه، وهي الدوله الرائد الدوله الام، ولازم تترجم هذا الكلام على ارض الواقع، فالترجمه في المساهمه وسرعه رد الفعل اللي قدمتها مصر سواء امبارح بالامس يعني او على مدار تاريخها اللي كلنا نشهد بيه، يعني كانت علاقات مقطوعه مع بعض الدول اقليميه وكبرى في المنطقه، وفي نفس الوقت كان في قطع علاقات كامل، وفي نفس الوقت كنت اول ما حدث زلزال عندها دفعنا لها المؤن والعتاد. انا عايز اكد ان دي سمه الشعب المصري، مش هيعلمونا انسانيتنا. انا يعني هاخد اللفظ اللي تلفظ بيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوما ما، مش هيعلمونا انسانيتنا، احنا عارفين نعمل ازاي، احنا بنتصرف ازاي، احنا ادرى بحقوق الانسان من اي حد تاني، احنا منكوين بنار يعني كثير من التحديات والتهديدات اللي كانت بتقابلنا على مدار تاريخنا، فعارفين الازمات دي وعارفين الوقفه ازاي ودرجه تاثيرها. انا لما تجيلي في الفرح انا مش عايزك، في العزاء محتاجك، في الظرف السيء يعني دورك افيد واميز. انا الوم عليك في كده انك ما جيتيش في العزاء عشان وأصدق. تاخد بخاطري اصدق. فبالتالي هنا الترجمه كانت من مصر دايما تقوم بيها، وده بعد الشعب المصري بيحسه ويستشعره وكده مدرك لقيمه العمل النبيل اللي قدمته دولته، وبالعكس هو ممكن يساهم لو يعني طرحت فكره المبادره والمساعده للناس، هتلاقي كثير من المصريين مستعدين للمشاركه بكل المقوت. يعني ده في علاقات نسب وعلاقات صهر بيننا وبين ليبيا، وفي علاقات جوار مباشر وعادات مشتركه وتقاليد مشتركه. وبالمناسبه اثناء ما في احداث في سواء كانت في حرب اكتوبر او ما سبقها، كان في يعني دعم غير مسبوق من ليبيا لجمهوريه مصر العربيه، وفي نفس الوقت العكس، مصر دائما ابدا ما تقف الى جوار ليبيا في كثير من النكبات والازمات، لازلنا بنستضيف ونهتم بالشان الليبي بحكم انه امن قومي مباشر بالنسبه لنا. يعني لو حد اصيب بعوار داخل ليبيا هينعكس اثاره مباشره على مصر، وفي نفس الوقت ايضا المغرب عشان ما ننحهاش جانبا، المغرب ايضا نفس الكلام، ده امن اقليمي بالنسبه لنا. صحيح. فبالتالي في عرف السياسه يعني، فبالتالي لازم نكون مدركين تماما ان احنا متاثرين كجمهوريه مصر العربيه باي عوار يحدث في اي دوله من الدول دي، الدول العربيه. لما نكون متاثرين بدول غير عربيه وبندلي معاها وبنقدم لها الدعم وليادي العون، فما بالك بقى من باب اولى الدول العربيه الاولى، ومن باب اولى كمان الدوله الجار المباشر اللي هي دوله ليبيا. أنا يمكن عجبني في هذا الأمر تحديدا فكرة إعادة إحياء لمصطلح ظهر في الستينيات وهو القومية العربية. قومية العربية هذه المرة
تعود مرة أخرى، ولكن ليس بشعارا براقا بل بأفعال بتترجم على الأرض وعلى أرض الواقع. وفكرة المساعدات أيضا صاحبها أمر في غاية الأهمية وله دلالة هامة وكبيرة، يمكن عاوزين نعرفها من حضرتك. فكرة إعلان الدولة المصرية لحداد 3 أيام، أعتقد ده أمر مش سهل أن دولة تعلن حداد 3 أيام حزنا وألما على ضحايا أشقاء في الدول العربية. دي شراكة وتأكيد على نبل المسعى والهدف من الموضوع. احنا زي ممكن الاستاذ جمانة قالت، احنا مش عذرا يعني مش بنأدي اداء تمثيلي، احنا بنترجم حقيقه وواقع وبناكد على نجاح التجربه، او بناكد على ان فعلا ان احنا دي نقول ايه سمتنا وصبغه شعبنا اللي ممكن نطرحها للراي العام العالمي بكل حياديه وكل شرف. القوميه العربيه يا فندم منذ ان تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يدرك تماما قيمه الامن القومي، مفهوم الامن ومفهوم الدوله، فانطلاقا من هذه الجزئيه وقوه الدوله الشامله، معرفه مفهوم الدوله وقواها وازاي اعزز منها واعلي من شانها، وتعرف على حجم التهديدات والتحديات اللي ممكن تقابلني وكيفيه التعاطي معاها لكي لا نصل مع مصاف الدوله الفاشله، لان احنا انقذنا الدوله القوات المسلحه المصريه والقياده السياسيه الحاليه انقذت مصر من مغبه الانجراف والانهيار في يناير وما تلاه. فبالتالي احنا مستشعرين الخطر، احنا كنا ممكن نبقى زي دوله من الدول دي في مرحله معينه من عمر الوطن، عندنا الخبره دي وشفنا الالم اللي ممكن وممكن كنا نكتوي بيه، فبالتالي احنا مدركين لحجم الخطر. عشان كده كانت سرعه اللقاء الاجتماع، يعني انا القائد الاعلى للقوات المسلحه اجتمع مع قيادات القوات المسلحه واديهم مهمه، ده تكليف، ده مهمه صحيح. انا بكلفكم بمهمه كذا، اولا تنسقوا وتشوفوا المطالب بتاعت الناس ايه، وفي المعلومات والاخبار اللي جايه لي بتقول ان الحادث جلل واللي انا شايفها وبطلع عليها، فبالتالي لازم يكون عندنا سرعه في رد الفعل. وانتم بتتميزوا كقوات مسلحه، قوات مسلحه مصريه بتتميز بالقدره والامكانيات وسرعه رد الفعل. يمكن ده كلماته المجازه اللي قالها اللي كانت اعلنت كمان ونشرت على وسائل الاعلام المختلفه، ده دلاله على ان اعلاء قيمه القوميه العربيه هنا المشهد ده بيترجمه. ما انا قلت بسيادتك التضامن العربي في البدايه، في بيت او كلام ده ترجمه حقيقيه لاربع عناصر من ضمنها التضامن العربي. فعلا احنا بنقول هذا الكلام. لو تلاحظ حضرتك منذ ان تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي بدانا، لو تعرف القوى العربيه المشتركه في 23/3/2015 بدانا، او في 6/3/2015 تحديدا، بقول على التاريخ لان ده كان القمه العربيه موجوده في القاهره وطرحت فكره القوى العربيه المشتركه. التدريبات المشتركة مع الدول العربية للتأكيد على أن الأمن القومي العربي والأمن القومي المصري لا يتجزأ، فأنا موجود عندك وأنت موجود عندي عشان نعرف طبيعة التهديدات والتحديات إيه وإزاي نجيبها مع بعض. حتى في التدريب المشترك اللي بيجرى حاليا بتاع النجم الساطع، كم دولة عربية مشتركين، في دلالة واضحة على أن الأمن القومي العربي والقومية العربية مطلب. في العديد من التدريبات اللي بتتم بيننا وبين الدول العربية لإعلاء هذا الشأن، ومن ضمنها بالمناسبة بتبقى في مهام يعني في إطار الخطط المرصودة لدجنة الأهداف الحيوية ومكافحة الكوارث والأزمات، من ضمن مخططات التدريب اللي بتتم بيننا وبين بعض. فعندنا الآلية وعندنا السيناريوهات وبنضرب عناصرنا على ذلك، ومدركين تماما لأن دي يعني حاجة خارج سياق، لو حاجة من صنع البشر قادرين عليها إن شاء الله، لكن من صنع الطبيعة ومن صنع الله سبحانه وتعالى بيبقى في الموضوع محتاج إن احنا نحسن التدبير والتعامل، والموضوع بيبقى من عند ربنا سبحانه وتعالى. يلا بالله. طيب سيادة اللواء، كمان لو نظرنا بقى للصورة بشكل أكبر شوية، اتفضلي. المرحلة الراهنة فيها تحديات كتير، أيوة. كانت تحديات سياسية، تحديات اقتصادية في العالم أجمع. شايفين انه دلوقتي ابتدت حتى التكتلات تتفكك وبقى في تعدديه اقطاب وبقى كل قطب وكل تكتل مشغول في نفسه اكتر، وفي ظل كل هذه الظروف المحيطه شايفين انه لا، مصر حاضره وبقوه ولا تنشغل بنفسها فقط، بالعكس في كل المحافل الدوليه حتى بدون وجود كوارث في كل المحافل الدوليه دائما مصر ما تتحدث بصوت الامه العربيه وتتحدث بصوت قاره افريقيا. ولو هنتكلم تحديدا عما حدث في ليبيا والمغرب، شايفين وجود مصر بقوه، مش بس فكره حتى المساعدات المتعلقه باخلاء الشهداء والمصابين، لا بالعكس في مساعدات غذائيه ومساعدات طبيه ومساعدات حتى معنويه، ان احنا موجودين وبنساعد. شايف حضرتك ازاي فكره ان مصر تكون حاضره في ظل يعني في ظل هذا الوقت تحديدا وهذه التحديات الراهنه اللي موجوده، مع التاكيد على فكره عدم الانحياز تماما؟ كويس، احنا دي ثوابت السياسه الخارجيه المصريه.
اللي بيحصل ده ترجمة لثوابت السياسة الخارجية المصرية. احنا لا نتدخل في شأن احد، ولكن التدخل لو حدث يبقى ايجابي، وده اللي بيحصل النهارده متدخل ايجابي لذمه يعني التعاطي مع الازمه اللي موجوده في ايجابي وبناء على مؤسسات الدول نفسها. ايوه، واعتمادا على مؤسسات. انت امبارح شفنا سياده الفريق بيلتقي المشير حفتر، صحيح، وشفنا محمد النيفي بيتحدث مع السيد الرئيس. ما انا بقول لسيادتك الترجمه الحقيقيه في شكر واشاده للدور المصري وسرعه الاستجابه وسرعه رد الفعل والاداء الفعلي. انا بترجم واقع، انا مش اقوال. في حته لازم نعرفها، لو انت تعرفوا في بدايه تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي ظهر مصطلح مسافه السكه. صحيح، ما هي دي مسافه السكه. انت انا مجرد ما حدث الحدث حصل انا كنت عندك. دي ثوابت السياسه الخارجيه المصريه يا فندم اللي اترجمت بصوره حقيقيه امام العالم كله. دي احنا دورنا المساعده. احنا خدنا على كاهلنا مكافحه الارهاب، يعني احنا كمصر خدنا على كاهلنا مكافحه الارهاب امام العالم كله نيابه عن العالم كله، وكانت النتيجه الحمد لله الارهاب بقى تاريخ. سينا. الارهاب بقى تاريخ. صحيح، يمكن السيد الرئيس تلفظ بهذا اللفظ في الكليه الحربيه منذ اسبوعين تقريبا لما التقى الجهاز الاداري، يعني الدارسين بتوع الجهاز الاداري بالاضافه الى طلبه الكليه الحربيه. وقال هذا الكلام وكان امام الراي العام كله. فعلا الارهاب بقى تاريخ، والترجمه الحقيقيه مسارات التنميه اللي بتتم. يمكن بالامس كان في اجتماع للسيد رئيس الوزراء مع في اطار تنميه شمال سيناء تحديدا مع محافظ شمال سيناء الحالي والسابق ومجموعه من العناصر اللي تاكد على هذا الكلام. انا عايز اقول بس في النهايه ان دي سياسه الدوله، واللي بيحصل ده ترجمه حقيقيه للدوله دي بتاديه وواقع احنا عايشينه. وده اللي لو بصينا كده نلاقي احنا لا ننحاز لاحد في اطار تكتلي، لا بالعكس احنا شغالين في اطار العلاقات المتوازنه والشراكات الاستراتيجيه. لو بصينا على الخمس دول اللي هي العناصر الرئيسيه في العالم كله اللي هم الاعضاء اصحاب حق الفيتو، هنلاقي الولايات المتحده الامريكيه عاملين معاها شراكه استراتيجيه، فرنسا عاملين معاها شراكه استراتيجيه، روسيا عاملين معاها شراكه استراتيجيه، الصين عاملين معاها شراكه استراتيجيه، انجلترا عاملين معاها وبريطانيا عاملين معاها علاقات متوازنه. فبالتالي انا مش خسران حد، انا شغال على الحياد. صحيح، بالتالي ومش منحاز لاي حد على حساب حد. صحيح، بل بالعكس انا بشتغل في اطار اللي يعلي وبرضه في ترجمه ايضا للقرار السياسي الحر. صحيح، انا قرار السياسي الحر ما حدش يفترض عليا حاجه. انا لما بشتغل من منطلق ان انا امتلك قدرات وامتلك امكانيات وليه قدره على التعاطي مع الازمات والتحديات. القوه اللي احنا كمان بنيناها بايدينا، لان احنا كنا في وقت من الاوقات لا ما كانش عندنا اللي يقدر ان احنا نخلينا نمتلك قرارنا، فاحنا اشتغلنا على ده اساسا في الاساس. انا عندي اربع عناصر دبلوماسيه. كل الدول عندها عنصر واحد، دبلوماسية الرئاسة من خلال تحركات السيد الرئيس بيجريها بنفسه. صحيح، فبالعكس ده حتى لو دخل دولة من الدول بيلتقي في أوف مع رجال الأعمال عشان حجم الاستثمارات اللي ممكن نجذبها داخل الدولة المصرية. صحيح، ويستعرض فرص العمل أو فرص الاستثمارات اللي موجودة في مصر مع رجال الأعمال عشان يبقى في فرصة للجذب. دبلوماسية الرئاسة الأولانية. الدبلوماسية الثانية دبلوماسية الحكومة بتاعت الوزير سامح شكري ولذلك موجودة وده دور وكلنا عارفينه. الدبلوماسية الشعبية الثالثة اللي من مجلس النواب والعناصر النيابية داخل الدولة اللي بينقلوا ثقافة الشعب المصري ومطالبه للثقافات الثانية، وبيحصل حالة من الحراك بين الدول العربية ما بين البرلمان العربي البرلمان الأوروبي البرلمانات المختلفة اللي بيلتقيها البرلمان المصري. ودي هنا دبلوماسية الايه؟ الدبلوماسية الشعبية متمثلة في هذه العناصر، إضافة بعض المنظمات المجتمع المدني اللي ممكن تخش معاها في هذا الاتجاه أو يبقى مكتملة الأركان في هذا الاتجاه. آخر دبلوماسية دبلوماسية المعلومات اللي من خلال جهاز المخابرات العامة أو الأمن القومي أو مجلس الأمن القومي برئاسة اللواء عباس كامل. فهنا مجموعة من العناصر اللي ممكن تديني حجم معلومات كامل وتنظم العلاقة وتعمل توازنات في العلاقة وتعمل حياد في الاتجاه وتعمل كثير من الأمور اللي من شأنها يعني إعلاء قيمة ووزن مصر. ودي تحركات أعتقد أنها فلسفة جديدة الدولة المصرية سعت إليها وبتحرك فيها في إطار بناء الزعامة للدولة المصرية والحرص على تأكيدها في محيطنا الإقليمي من جهة وعلى المستوى العربي من جهة وعلى المستوى الإفريقي من جهة. صحيح، احنا في كثير من الأحيان كنا صوت أفريقيا في المنتديات والمجالس والمحافل الدولية. احنا كنا صوت أفريقيا في 16 17 في مجلس الأمن وما زلنا. يعني اقصد لا انا اقصد انت خارجه من معترك ثورتين. صحيح، وموسومه بالارهاب وموسومه بالارهاب وتابع لخطابات السيد. فلما تخرجي للمجتمع الدولي والمجتمع الدولي يديكي 179 صوت من 193 صوت
عشان تخش مجلس الامن في ظل الظروف دي، لا انت ليك قيمه وليك قدر كدوله. صحيح. ودي ترجمه حقيقيه. ويمكن المتابع لخطابات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كبرى المحافل ويمكن اخرها مجموعه العشرين. دايما الرئيس ما يضع روشتة لعلاج الازمات في افريقيا اولا قبل الحديث عن مصر، وده اللي بياكد برضو البعد الخاص بالبعد او القوميه العربيه، ويعني عوده مصر لافريقيا تحديدا وامن الاقليم. لكن النهاردة احنا بنتكلم على دعم، هذا الدعم موجه للأشقاء سواء كان في ليبيا أو المغرب، وبالأمس القريب كان هناك دعم آخر للأشقاء في السودان. ازاي بتشوف حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على التواجد في أزمات الدول الشقيقة؟ يمكن أنا في بداية أو في مستهل حديثي قلت لحضرتك وقلت للسادة المشاهدين أن دايما أنا لما تجيني في, 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 في أزمة وأشوفك واقف جنبي وتدعمني وتقدم لي، لا غير ما تجيني في فرح، مش مشكلة. ده بالنسبه ده في العلاقات الانسانيه والشخصيه، يعني حتى مش دول والشخصية. مش على مستوى دول. فلما تبقى على مستوى الدول لما تحس بنكبه او تحس بازمه او تحس بمشكله عندك وتجد يد العون ممتده اليك من الدوله المصريه وبكل حب، خد بالك بدون اي مصلحه ذاتيه، يعني مش تصفيه حسابات، يعني احنا بنقول لحضرتك المختلفين معاهم سياسيا بنقدم لهم الدعم في حاله ان الشقه الانسان ونحط 10 خطوط يا فندم في ظل ازمه اقتصاديه ايضا في ظل ازمه اقتصاديه مش مصريه، ده عالميه طبعا. وفي ظل ازمات متواليه من كثير من الازمات الصحيه زي النكبات بتاعت كورونا وما شابه، وكل الناس عايشه ازاي ومعلوم حجم التضخم اللي بينتابي العالم كأزمة كبيرة جدا، ولكن في ظل هذا الكلام وتقدم دعم وتصر على تقديم الدعم وتصر على انك انت تنفذ الدور الواجب عليك وتصر على انك تعلي انسانيتك في هذا المشهد وتظهر وتبدي انسانيتك دون يعني نقول طرف تراجع المباهاة او الافتخار. صحيح. لا ده في اطار انسانية بما يدلل على نبل الاخلاق ومسؤولية انسانية صدق المسعى اللي يستهدف الوصول الى حقائق او يؤكد على روابط وعلاقات تاريخيه تربط بين جمهوريه مصر العربيه وبين هذه الدول دول العالم كلها. مصر اقدم دوله في التاريخ وده دورها. صحيح. بالتاكيد طبعا احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر اللواء عادل العمده المستشار باكاديميه ناصر العسكريه، بنؤكد دايما على اهميه التكاتف العربي، وزي ما كنا بنتكلم فكره صدق المسعى المصري لم نكتفي فقط باعلان الحداد 3 أيام على مصابي البلدين الشقيقين المغرب وليبيا، لم نكتفي فقط بالمواساه لكن بالفعل كنا موجودين على ارض الواقع بنؤازر اخواننا في المغرب وفي ليبيا، وبكل قلوبنا اللي بتدعي لهم وبتدعي لاهالي الضحايا وبتدعي للمصابين ايضا بالشفاء العاجل. ده دور مصر اللي دايما هي بتؤكد عليه وموجوده فيه بكل صدق وبكل حب وبكل نبل. صحيح. ويمكن زي ده المشهد اللي احنا دايما معتادين عليه من مصر.